أهلا ومرحبا بكم طلابي طلاب الصف الثاني عشر لمادة التربية الإسلامية. ها نحن طلابي نلتقي بكم من جديد للحديث عن المذاهب الفقهية الأربعة. وطلابي عندما نقول المذاهب الفقهية ما معنى الفقه الإسلامي؟ يعرف طلاب الفقه الإسلامي بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، وتوجد له مصادر عديدة منها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والإجماع والقياس ومراعاة المصالح. وقد هيأ الله تعالى لهذا الدين من يبين للناس علومه وأحكامه وتشريعاته، مثل علماء الأصول وعلماء الفقه، إذ يتولى الأصول استنباط القواعد من مصادر التشريع في حين يسير الفقيه على تلك القواعد. إذن طلابي، ما معنى المذاهب الفقهية؟ المذاهب الفقهية الأربع هو المسار أو الطريق الذي سار عليه الأئمة الفقهاء في فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام الفقهية التي بنى عليها العلماء الفقه بعدهم. نشأة المذاهب الفقهية طلابي، بداية نشأتها كان الصحابة الكرام طلابي يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أمور دينهم ويأخذون العلم منه، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم أصبح الصحابة رضي الله عنهم جميعا مرجعا للمسلمين في بيان أمور الدين، فنشروا العلم بين الناس، ثم برز من التابعين ومن بعدهم علماء كثر، منهم بداية المذهب الحنفي. من هو صاحب هذا المذهب؟ المذهب الحنفي نريد أن نعرف من هو صاحب كل مذهب وعلى ماذا سار وماذا عمل. اسمه النعمان بن ثابت ولقبه أبو حنيفة، ولد بالكوفة في العراق، تتلمذ من تلاميذه أبو يوسف ومحمد الحسن الشيشاني، وتوفي في بغداد عام 150 للهجرة. نقول اتبع الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه مع تلاميذه منهجية تقوم على أساس الشورى والنقاش والاجتهاد، إذ كان يطرح المسألة ويناقش تلاميذه. أيضا عندك المذهب المالكي، والمذهب المالكي هو لأبو عبد الله مالك بن أنس المدني، ولد في المدينة المنورة من تلاميذه عبد الرحمن بن القاسم، وفاته في المدينة المنورة عام 179 للهجرة. لقب بأمير المؤمنين في الحديث، وهو صاحب كتاب الموطأ وكتاب الإمام مالك، يتبع أسلوب التلقين. أيضا لنا عندنا المذهب الشافعي، والمذهب الشافعي هو الإمام الشافعي، وهو يلتقي في نسبه مع نسب رسول الله في هاشم بن عبد المناف، ولد في غزة بفلسطين عام 150 للهجرة، توفي في مصر عام 204 للهجرة. أيضا هو يعني ثم حفظ الموطأ في سن العاشرة، هذا الإمام الشافعي. بعد ذلك انتقل إلى المدينة المنورة وتلقى العلم عن الإمام مالك. يعد المذهب الشافعي ثالث المذاهب الفقهية ظهورا، وقد انتشر في بلاد الشام والعراق واليمن ومصر. المذهب الرابع هو المذهب الحنبلي، وهو أبو عبد الله بن أحمد الشيشاني بن حنبل الشيباني، ولد في بغداد عام 164 للهجرة، توفي في بغداد عام 241 للهجرة. توفي والد الإمام أحمد بن حنبل وهو لا يزال صغيرا، فتولت أمه العناية به وتربيته، وأخذت توجهه إلى العلم منذ صغره، وقد امتاز بالجد والحرص على طلب العلم. هناك اختلاف بين المذاهب، منها أسبابها اللغة ووصول الحديث وثبوته وأصول الاستنباط. هذا طلابي مجمل الحديث عن عنوان درسنا المذاهب الفقهية الأربعة. دمتم برعاية الله على أمل اللقاء بكم بموضوع جديد من موضوعات التربية الإسلامية.